بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إدارة البيت الحمصي على إتاحة الفرصة لي للكلام في هذا الموضوع المهم، وهو من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأذكر نفسي وإخواني وأحبابي وزملائي بهذه الآداب. بالنسبة لكلمة الإتيكيت، هي كلمة فرنسية لفظا، ومعناها البطاقة، وتدل على حسن السلوك واللباقة في الكلام والتصرف. وهذه الذوقيات التي سنتكلم عنها أيها الإخوة الأحباب، هي من لباب أو من لباب الشريعة ومقاصدها. وليعلم أيها الأحبة أن قليل الأدب خير من كثير من العمل. فشخصية المسلم متميزة بجمالها وكمالها وسماتها، فقدوتنا في ذلك المعلم الأول، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وضع هذه القواعد وأمر ونبه على هذه الآداب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. الذوق هو الأخلاق حين نرتدي أجمل ثيابها، وهو عطر الأخلاق ونفحاتها. والذوق هو قمة الأخلاق، وهو سلوك الروح المهذبة ذات الأخلاق المرضية. الذوق هو الإنسان في أبهى صوره، أو في أبهى صورة وأرقى حضارة. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي عظم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء على أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا أنا يعني حقيقة بعد أن أعطيت العنوان لإدارة البيت الحمصي، جاءتني كثير من التساؤلات: ليش حطيت، لماذا وضعت كلمة إتيكيت؟ فحقيقة يعني تراجعت عنها، وخلينا في الألفاظ الإسلامية اللي هي آداب أو ذوقيات، أو العربي أدب أو ذوق. سأذكر بعض الآداب أيها الأحباب والذوقيات التي حث الشرع المبارك عليها لخير الناس وصلاحهم. من أدب الإسلام أدب السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا هون في خطأ في الكتابة، معلش لا تؤاخذونا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. قبل أن أكمل، أحب أن أنبه أن جميع ما سأذكره في هذه المحاضرة لا من الأحاديث النبوية لا ينزل عن مرتبة الحسن. لم آتي بحديث ضعيف جدا أو موضوع. نعم.
أعيد الحديث الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وكذلك من الآداب أو من أدب الإسلام التصافح بالأيدي، يجب أن تكون المصافحة بحرارة، ولكن في نفس الوقت لا تحكم القبضة على يدي أو على يدي من تصافحه حتى لا تسبب له الألم. تنظر إلى من تصافحه بعينيك لمزيد يعني يشعر باهتمامك بالسلام عليه. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. من قواعد السلام أيها الأحباب، أنا أطمنكم ترى، يعني أنا مش حمل لكم، جايب لكم فواصل، وكمان أخواننا عندنا من الأخوة الأحباب في البيت الحمصي يعني من أصحاب الأصوات الندية، إن شاء الله مشان ما تشعروا بالملل. أنا عندي شيء، وكذلك أخونا الأستاذ عبد الله السباعي يعني كذلك عنده أشياء جميلة جدا جدا، أصوات ما شاء الله دائما يمتعنا بها. إذا أيها الأحباب، من قواعد السلام يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. من قواعد السلام البشاشة: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر، يقول: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. وقد وصف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصف المؤمن بأن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. من قواعد السلام كذلك أيها الشباب، الهدية عند اللقاء: تهادوا تحابوا. وورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى: إذا التقى مع من يستقبله يهدي له ولو عودا من أراك مسواك. وتختلف الهدايا بحسب المناسبة، هناك هدية للتخرج ومعروف، يعني نرجع للعرف والعادة، كيف تكون هدية التخرج لأولاد صاحبي، لأولاد أخي، لأولاد أحد من معارفي؟ هدية العمل لصاحب العمل كيف تكون هدية؟ هدية الزفاف، ولا تنسى إرسال برقية شكر لكل من دعاك لمشاركة فرحته. وعند الزفاف تقديم ما يسمى عندنا النقوط مع كرت تهنئة حسب العادة، يعني ترسل النقوط في ظرف ومعه كرت تهنئة، واكتب عليه اسمك حتى يعرف العريس أو العروسة، يعرف العروسين من الذي أهدى إليهما. تقديم الورود، يقول صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. التواضع عند السلام: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الآن نسمع نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا الآن في ليلة الجمعة. الحق أن تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. في عندكم صوت؟ في صوت؟ اليوم
نعم استاذ مسموع تماما. الصوت ضعيف استاذ عمار. على الصوت نعيده على الصوت بس على الصوت بس. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الأسبوع الماضي الله رزقني أن أزور المدينة المنورة وأزور الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أنكم قد دخلتم في الدعاء، لأنه قلت لمن أوصانا بالدعاء ولمن لم يوصنا. إيه نعم، الحمد لله على كل حال. وتشرفت بزيارة شهداء أحد بعد الصاحبين سيدنا بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم في البقيع، وزرت كذلك الجد رحمه الله تعالى ورحم أموات المسلمين. طيب، الأناقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تجب ملاحظة نظافة الأطراف واللباس والحذاء. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قدموا على قوم: إنكم قادمون على إخوانكم، فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم، يعني ما يوضع على الجمل. يعني الآن نقول صلح سيارتك، أصلح يعني تكون نظيفة من الداخل ومن الخارج، وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وكان صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، يعني منكوش،
مو مرتبون مو ممشطون. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج، كأنه يعني أصلح شعرك، أو يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير؟ أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رائحته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مطيب تطيب فطري، طيبه الله تعالى، وكذلك كان يتطيب زيادة. نعم، صلى الله عليه وسلم. التعامل مع باب الدار برفق، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالعنف مناف للطف الإسلام الذي يتشرف بالانتساب إليه. إذا دخلت بيتك أو خرجت منه فسلم على من فيه، فهم أحق من سلمت عليهم. وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن، فسلم يكون بركة عليك وعلى أهلك. طبعا كتبته عن جد الشيخ. حقيقة يا شباب، أنا يعني ما يعني لا أبالغ ولا أغالي جدي رحمه الله تعالى، كل ما أتكلم عنه في هذه المحاضرة كان يطبقه. عندما كنت أسكن يا سيدي وجدك الشيخ هو الشيخ محمد علي مشعل ابن الشيخ مشعل رحمه الله جميعا، تيعلم نعم المستمع يا سيدي. نعم، عذرا. جد الشيخ محمد علي مشعل، نعم الله يرحمه، حقيقة كان رجلا محمديا. الذي أتكلم فيه الآن، أتكلم يعني وبحث وكذا، كان يطبقه في حياته. كنا نشوف قدوة لهذا الكلام تمشي على وجه الأرض، يدخل إلى البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بصوت جهوري، صوت رجولة، كيف حالكم؟ ويعني أبدا يطبق الآن، نحن نتكلم عن هذا الكلام، كيف حالكم؟ أين أنتم؟ وهكذا. الله يرحمه ويرحم أمواتنا وأمواتكم جميعا. إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم، لئلا يرتاعوا بمفاجأتك أو تكون كالمتخون الفاحص لهم. كما قلت: تنحنح، اضرب برجليك الأرض، أين أنتم؟ جئنا، نحن عند الباب، حتى يتهيأوا لاستقبالك. تقول زينب رضي الله عنها زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إذا جاء عبد الله من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. وهي زوجته وهي زوجته، فما بالك بأمك وأختك وعمتك وخالك وخالتك إذا دخلت عليهم ممن هم محارم لك. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق
يحرم، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فيه طبعا خطأ في الطباعة لا تؤاخذنا. طيب نأتي الآن إلى عنوان جديد اللي هو ذوقيات الزيارة الاجتماعية. صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي يا أساتذتنا وأحبابنا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نحن اليوم في ليلة مباركة، ليلة الجمعة، حقيقة يعني هذا من فضل الله أنه أخواننا في البيت الحمصي اختاروا هذا الوقت حتى يعني نكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الزهراء الغراء. طبعا أنا ما حكيت، أنا يعني حقيقة أن أهدي كل ما يحصل في هذه الجلسة الطيبة من ثواب وحسنات وصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة جدي رحمه الله تعالى الشيخ محمد علي مشعل. طيب إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. طيب كم المقدار ما بين الدقتين؟ قال بعض العلماء 4 ركعات، يعني إذا كان عم يتوضأ بيخلص وضوء، إذا كان عم يصلي بيخلص صلاة، إذا كان عم يأكل ينتهي من الطعام. لا تقف عند استئذانك أمام فتحة الباب، ولكن خذ يمنة أو يسرة. طبعا شباب هذا كله مترجم يعني من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني لخصنا تلخيص من أقوالي وأفعالي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا طرقت باب أحد من إخوانك أو معارفك فقيل لك من؟ فقل فلان اسمك الصريح، عمار، أحمد، عبد الله، ولا تقل واحد أو أنا أو شخص، فإن الأصوات تلتبس وتشتبه. وهذا جاء عن الصحابي أبو ذر رضي الله عنه قال من؟ جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال من؟ قال أبو ذر. وكذلك عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل وخلف ستر عند ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، فجاءت امرأة قال من هذه؟ قالت أم هانئ، ما قالت أنا. طيب إذا اعتذر منك أحد إخوانك عن قبول الزيارة فاعذره، لعله بدا له مانع. ففي قول هذا بين قوسين فاعذره. فمن أول كانوا إذا شافوا المزور أول ما يدخل عنده اللي هو بيستقبل الضيوف صاحب البيت فتح الباب قال لعله بدا لك مانع. ليش؟ حتى يبسطوا له العذر لو اعتذر عن استقبالهم، انه عندنا ما عنده مشكله لو قلت انك انت الان عندك مانع ما لك مستعد. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. طيب أين تجلس في بيت غيرك؟ أجلس في المكان الذي أو اجلس في المكان الذي يختاره لك صاحب البيت، فتحافظ على بصرك من أن يقع على داخل البيت أو عورة فيه. ومن آداب الدخول لزيارة صديقك أو أخيك أو بيتك كن لطيفا في مدخلك ومخرجك، غاضا طرفك وصوتك، واخلع حذاءك في محله، صف عليك أثناء خلعهما ولا تدعهما هكذا وهكذا، فردا من هنا وفردا من الجهة الأخرى، ولا تنس آداب لبس الحذاء وخلعه. وقبل الدخول أمط عنهما أو عن عليك الأذى، فإن الإسلام دين النظافة واللطافة.
لا تجلس في مكان صاحب المنزل إلا إذا دعاك إلى الجلوس فيه. قال له تفضل اجلس مكاني وأنا أدبر كرسي، عند ذلك اجلس. يقول الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي منزله ومكان سلطته، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة هي الموضع الخاص لجلوس صاحب البيت من فراش أو سرير. فكذلك يا أيها الأحباب، من آداب الزيارة أن تتخير الوقت الملائم للزيارة وأن تجلس المدة المناسبة لمقامك عند المزور. كيف علاقتك مع هذا الذي ستزوره؟ علاقتك قوية وفي يعني ما في كلفة بينكم، طول عنده. علاقة عادية لا تطول. لا تحضر بعد أن تعتذر، دعاك واعتذرت لا تحضر. ليس لك الحق أن تعزم أناسا آخرين، وفي هذا روايات كثيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ دعاه رجل من أهل المدينة وكان معه أربعة، فقال: أتأذن لهذا؟ أتأذن له؟ استأذن منه لصاحب العزومة. قال له: نعم. إذن ما لا يحق لك أن تعزم أناسا عند غيرك. عدم التحدث عن الدعوة، لأنه قد يكون هناك شخص موجود في المكان غير معزوم، فيعني يقع في حرج أو تقع أنت في حرج منه. من آداب المجلس تنازل عن الكلام لمن هو أكبر منك، فإذا علمت أن حديثك وكلامك سيقع منهم موقعه ويسرهم ويرضيهم، إذا ما بتحكي إذا كنت أصغر واحد في المجلس. لا تتكلم إلا إذا كان بتعرف أن فما بتحكي إلا إذا كان لا تتكلم إلا إذا علمت علما يقينيا أن كلامك سيقع منهم موقعهم ويسرهم ويرضيهم. من آداب المجلس أيها الشباب، أيها الإخوة، أساتذتنا الكرام، أحبابنا، إذا دخلت إلى مجلس فابدأ بالسلام على من فيه جميعا، وإذا أردت المصافحة لمن فيه فابدأ بالأفضل أو الأعلم أو الأتقى أو الأكبر ونحو هذه الصفات المكرمة شرعا. وكذلك تبدأ بالضيافة هكذا، نبدأ بالضيافة هكذا، بالأفضل أو الأعلم أو الأتقى أو الأكبر، وإن تساووا بالفضل فابدأ بأكبرهم، فإن هذا لا يخفى شأنه غالبا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر في السن، ولحديث: ابدأوا بالكبراء. ولا تجلس بين جليسين إلا بإذنهما، ولا تتربع في المجلس إذا كان المجلس ضيقا، وخاصة إذا هم سمحوا لك بالجلوس بينهما لا تتربع حتى لا تؤذيهما، ولا تلقي بسمعك إلى حديثهما إلا إذا كان غير سر، إذا كان الحديث ما في سر ولا خاص بهما. نقطة مهمة يا شباب هاي أنتبه إليها كثيرا، وكان مشايخنا ينبهون إليها: فنبدأ بذي الفضل في الضيافة والتكريم قبل غيره، ثم من على يمينه في المجلس أيا كان،
عملا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وحديث أنزل الناس منازلهم، وحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا. أما في حال طلب السقيا من صغير أو مفضول أو نحوه فقد صار، اللهم في خطأ معلش، فقد صار هو صاحب الحق بإجابته والبدء لطلبه ثم بمن على يمينه بعده. ناخذ فاصل، اذا كان ابو عامر عندك فاصل، ابو عامر عندكم فاصل احد من الاخوه؟ استاذ حمزه عنده، الشيخ محمد الزعبي، وعندنا تفضل. اذا ما في فاصل عندي فاصل جاهز، ولكن ولا الفاصل الحي، الفاصل الحي من عندنا شيخ الشيخ محمد الزعبي، يعني نحن عنده. تفضلوا. والنعم شيخنا الاستاذ محمد، نستمتع به دائما، استمتع بصوته نعم وكلامه واشعاره. نعم تفضل سيدي. والله كأني لا أرى اسمه، ممكن بعد قليل سأتصل به سيدي إن شاء الله. طيب إذا خلينا نأخذ، تفضل. عندكم ماهر زين؟ عندكم مشكلة مع ماهر زين ولا ما عندكم مشكلة؟ تفضل يا سيدي. عندكم؟ طيب تفضل شغل يعني. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. ليش تشغلوا؟ ليش تشغلوا؟ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، استقبال الضيوف أو غيرهم، أو استقبال الضيوف أو غيرهم، إذا خرجت لاستقبال والد أو قريب أو صديق أو قدمت من سفر، فلاحظ نظافة أطرافك كما قلنا سابقا. وكان السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم إذا تزاوروا تجملوا، وأعط هدية لمن يستقبلك، مثل ما قلنا لو مسواك يا أخي عطره، أعطيه عطر، أعطه عطرا. طيب نأتي اللوحة التي بعدها. نعم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من الأوائل الذين طبقوا هذه الذوقيات. طيب يا سيدي، إذن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من أول من طبق هذه الذوقيات وهذه الأدبيات. جاءه ضيوف وهم الملائكة عليهم السلام، فاستفدنا من هذه الحادثة خمس قواعد. فراغ إلى أهله، طلع خفية بدون أن يحس الضيوف أنه هو خرج ليخبر أهله بصنع الطعام. إذن لا تجعل الضيف يشعر بأنك غير جاهز. عجل سمين
قدم عليهم عجل سمين، وفي آية أخرى عجل حنين مشوي على الحجر. فأقدم أفضل ما عندي للضيوف. فقربه إليهم، أحضر الأكل عند الضيف، أو أحضر الأكل عند الضيف واجعله قريبا منه. نعم، يعني هكذا يقولون في كتب التفسير، أنه من الإكرام أن تحضر الطعام إلى الضيف. ما بعرف ما هو رأي أساتذتنا بهذا الموضوع، أنه بس الآن صار نحضر الضيف إلى الطعام وتفضل، إن شاء الله ما في إشكال. فقربه الهاء، فقربه إليهم، نعم، أي ليس مول الخدم اللي قربوه، هو إذا ليس الخدم بل هو، إذا أنت قم على خدمة الضيوف. ما لكم لا تأكلون، الاستفسار عن حالة الضيف وجعله يحس أو يشعر بأنه مرغوب به. هذه قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذوقيات في الحديث. الآن كم بقي لي يا أستاذ حمزة؟ أو أستاذ كم بقي لي؟ كم أعطيتوني؟ حتى تنهي. ما عشان ما أنا عندي كتير، بس عشان ما مللكم، يعني الشباب ما يملوا، يعني 10 دقائق. طيب 10 دقائق وتمام، عشان فعلا لأن الموضوع يطول جدا، يطول يعني. 10 دقائق هناك مداخلات بنفس الموضوع، يعني نعم. يعني نستفيد يا سيدي، يعني ما شاء الله أنت محضر مداخلين، يعني هم أساتذتنا، ويعني ورطنا الورطة أنت، وأنا في وضع حرج وترتعد فرائصي منكم، يعني الفضل جميعا سيدي. إيه والله، أشوف له خال أبو نزار يضحك، أنا ترتعد فرائصي. وأبو نزار كمان الدكتور عبد الباري أحد المداخلين ختامه، يعني خمسة متخصصين بالتربية والتعليم، أنا مسكين، أنا إنسان فقير يا الله. وأنا سجلت طيب لك كمان شيء كثير. طيب إن شاء الله خير. الله يبارك فيك. الله يسلمكم. نعم يا سيد، ذوقيات الحديث. دع محدثك يحدثك بما يحب بما يحب، وكن مستمعا جيدا. ضع نفسك مكان الآخرين ثم أسمعهم من الكلام ما تحب أن تسمع. فكر بما تقوله قبل أن تنطق به، يعني فكر فعل الإنسان قبل أن يتكلم، يعني قد تكون في كلمة جارحة ويعني ما هي مزبوطة، يعني ما يتكلم فيها. انظر إلى الشخص الذي تتحدث معه، وإذا كنت تتحدث مع مجموعة وزع النظر على الجميع، لا تركز على شخص وتهمل الآخرين. طبعا هذه يعني الآن تؤخذ فيها دورات في الإلقاء والمحاضرات. تكلم ببساطة وبدون تكلم. إيه نعم، يعني يكون كلامك مفهوم. الله يرحم مشايخنا، جد الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد علي مشايخ، كان يتكلم بكلام مفهوم يفهمه الجميع. عندما يتكلم في الدرس أو في خطبة الجمعة أو في العرس، يتكلم بكلام يفهمه العامي والوسط والمتعلم اللي هو يعني ما شاء الله يعني يحمل درجة كبيرة في العلم، الكل يفهم. وكذلك أنا عندما درست، الله يرحم الشيخ الفتاح بغدي، درست بالكلية مادتين، فكذلك نفس الشيء، يتكلم ببساطة. والشيخ ما شاء الله يعني علمه غزير وعبارته يعني ما شاء الله بلاغية، ولكن كان يتكلم مع الناس أو في الدرس ببساطة، كلنا كلنا نفهم عليه. كم من الناس أحببته من كلامي، خلى الناس تحبك من كلامك، وأناس آخرين تكرههم من كلامي. تحدث بصوت معتدل وواضح وبهدوء، راعي مشاعر الآخرين. في المحافل يستحسن أن تتكلم مع من يقف بجانبك. استمع ضعف ما تتكلم، كما قالوا لديك أضراس كثيرة لتغلق فمك. نعم يا سيدي،
تجنب الآتي في الحديث مع الآخرين: التكرار، لا تكرر، حلف الأيمان، والله والله والله، هاي مشكلة. وكثير من يعني إخواننا ومشايخنا الدعاة يقعون بهذا الشيء، يحلف ويعني والله هاي القصة حصلت وهاي كذا، ليش تحلف طيب؟ إيه نعم. الغيبة والنميمة، الغيبة أشد من الزنا، والفتنة أشد من القتل. إياك والحديث في جانب يتعلق بحياة شخص غير موجود. لا تبادر إلى الإجابة عن سؤال لم يوجه إليك، فإن ذلك أحفظ لأدبك وأنبل لشخصك. لا تجاوب السؤال غير موجه إليك، لا تجاوب. لا تدخل مع العنيد أو الثرثار في حوار. نأتي إلى الآن موضوع، أنا أدرس من مدرسة أجنبية في جدة، أدرس مدرسة إنترناشونال، فهي عم يوقع الطلاب فيها كثير، يستخدمون المصطلحات الأجنبية بقصد التباهي. عربي إنجليزي، بيحكي كلمتين عربي وكلمتين إنجليزي. أخي ما مشكلة، بس استخدم عند الضرورة بعض المصطلحات العلمية، أو مثلا إذا كان الجميع يفهم عليك. أما أنك تظهر أمام الناس أنك تتكلم إنجليش يعني ما في داعي. نعم. لا تطل الجلوس في المجلس. جلسنا مجلس، وين؟ في المقهى، في ساحة المدرسة، في المسجد، جالسين ما في درس علم ولا شيء، لا تطول. إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب، كان للشيطان منه نصيب. من آداب زيارة المريض، وبها أختم مشان ما تملوا خلاص، يعني بكفي، أنا عندي كثير ولكن أختم به: لا داعي للحديث مع المريض بالعبارات الخاطئة المتداولة بين الناس. الموت حق، من يحبه الله يقصر أجله. هناك أمراض محرجة، لا تطلب منه أن يكشف عن مكان العملية مثلا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا التحدث مع المرضى بأسلوب إيجابي، طهور إن شاء الله. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. إذا كان زرت واحد، الله يعافينا جميعا من هذا البلاء، بلاء الكورونا، يعني الآن لا، يعني لا يسن الآن الزيارة، الآن الزيارة في هذا الوقت وقت الكورونا، يعني خليك من بعيد، يعني رسالة، يعني رسالة جوال أو شيء يكفي. إيه، فلا تقم بزيارة الآخرين اللي عندهم عدوى. وإذا كانت عندك عدوى، يعني لا ترغب الناس أو تحثهم على زيارتك. ولا تدخل على المريض بملابس الزينة، يكون تعبان وكذا، أنت تروح عليه بملابس زينة وحاطط أحسن لباس لا تدخل عليه، فإن ذلك يعني يحز في نفسه. طيب، بدكم شيء ولا خاص أكتفي بذلك؟ ما رأيكم؟ خلاص أكتفي بذلك. عندي الكثير، عندي يعني كثير من الأشياء، يعني طبعاً مشان يعني ما تفكروا إنه هذا الكلام كله من عندي، هذا الكلام ملخص من عدة كتب وأضفته من خلال خبرتي في التدريس، ملخص من الكتب التالية، وسأرسلها للبيت الحمصي: من أدب الإسلام للشيخ الفتاح الغدي، الذوق خلق الإسلام للحاج عباس السيسي، وعروض وجدتها وأكملتها وأصلحتها، وإن شاء الله أنه أنا انتفعت حقيقة، أنا انتفعت من التحضير، وإن شاء الله الشباب انتفعوا من هذا الكلام، وحاولوا تستروا ما واجهتم. أخطأنا كثير من ناحية اللغة العربية، لأن أخونا أبو عامر مصر أن نتحدث باللغة الفصحى،
لازم نتحدث الفصحى، بس مشكلتها انه الان احنا في التدريس حقيقه لغتنا مخلوطه بين الفصحى والعاميه حتى يفهم علينا الطلاب. اللهم يا رب وفقنا لكل خير، ويسر امورنا، وتقبل منا، واصرف عنا الوباء والبلاء. وصلى الله وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خلاص أنا خلصت. شكر الله لكم وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم الأستاذ عمار مشعل على هذه المحاضرة اللطيفة الرقيقة، وأنا أرى أنكم يعني قد هي رقيقة ولطيفة من جهتين، من جهة نظرية ومن جهة عملية، بما أمتعتمونا بهذه الفواصل اللطيفة فطبقتم ما ذكرتموه في محاضرتكم، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. سنبدأ إن شاء الله بالمداخلات، ومعنا كوكبة من الإخوة الكرام. المداخلات ستكون بخمس دقائق لكل مداخلة إن شاء الله تعالى. نبدأ مع الدكتور محمد فايز كيفو، عضو رابطة العلماء السوريين وعضو رابطة علماء الشام، ليتحدث في مداخلة حول هذا الموضوع، بارك الله فيه. حياكم الله دكتور. أريد أن أضيف أنه صاحب رسالة الدكتوراه التربية بالرحمة وفق الكتاب والسنة. نعم. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله بكم وجزاكم الله كل خير. وبارك الله بأخينا الأستاذ عمار على هذا الموضوع اللطيف. وبارك الله بكم على جهودكم في هذا المجال. بادئ ذي بدء، أنا والله أتمنى على أخينا الأستاذ عمار أن يكون هناك شيء من الربط بين هذه الآداب الإسلامية وما يسمى بالمراحل العمرية، وخاصة لسن الطفولة. أنتم تعلمون هذا السن يبدأ الطفل بأخذ الأمور من أهله مباشرة على أنها من المسلمات، ولا يجوز له أن يغير فيها أو يبدل. فإذا نحن اهتممنا بالطفل من هذه النواحي، نواحي الآداب الإسلامية منذ الصغر، فهذا شيء عظيم، حيث ينقلنا ذلك من الأهداف، ما يسمى بالأهداف المعرفية، أن هذه المعارف التي أعطيناها لهؤلاء الطلاب ولأبنائنا تنتقل إلى ما يسمى بالأهداف المهارية، بحيث أن هذا الطفل سيطبق هذه الأمور دون تكلف. وأنتم تعلمون أن هناك كثير من الناس يعني يفعلون هذه الذوقيات بتكلف، أما إذا قمنا بتعليم أبنائنا منذ الصغر ونقلناها إلى أهداف مهارية فإنها يعني تخرج منهم دون تكلف، بل أقول أكثر من ذلك، ستنتقل إلى هدف آخر اسمه الهدف الوجداني، فإن ذلك ينبثق من قلب هذا الطفل وينبثق من قلب هذا الشاب أو الفتى، فإنه يقوم بهذه الأعمال مع المحبة لها. وفرق كبير بين التكلف وبين المحبة، وفرق كبير بين الهدف المعرفي والهدف المهاري والهدف الوجداني. إذن هذا بالنسبة لي ما أردت أن أقوله، لأن الطفل إذا هو أصبحت هذه المهارات عنده فإنه يقوم إخواننا الكرام بتطبيقها مع المحبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد شيئا من سيدنا بلال، عندما إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. إذن هو يقبل على هذه الأمور من قبيل الراحة النفسية، هذا الشيء. وهو يتمثل، هذا الطفل يتمثل هذه الآداب تمثلا ويدافع عنها فيما لو انتقص منها أي شيء. التعليم إخواننا الكرام لابد من التعليم، أنا أقول بلسان الحال، هذا شيء هام جدا، استخدام ما يربى بالتربية بالقدوة، فاستخدام الحال كما تعلمون أبلغ من لسان المقال. أشكر أخونا أو أشكر أخينا الأستاذ عمار على ما استخدم من هذه يعني الحوافز والأمور التي أخذها منا بالنسبة للفواصل هذه التي طبقها
على هذا هذه المحاضرة. بقي عندي شيء قليل، شيء واحد فقط، أن هناك خطأ شائع عند الناس وأكد عليه الأستاذ عمار بارك الله فيه، هناك خطأ شائع أن الإنسان إذا دخل إلى مجلس فإنه يبدأ بالضيافة من اليمين، لكن الأستاذ أكد أنه يبدأ من كبير القوم ثم عن يمينه، وليس ما هو يعني شائع بين الناس أنه يبدأ مباشرة من على اليمين. بارك الله بكم وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم دكتور محمد فايز كيف على مداخلتكم القيمة وبارك الله بكم. المداخلة التالية ستكون لي حياكم الله. المداخلة التالية للشيخ محمد نور شريف. الشيخ محمد نور هو يشرح لنا كتاب تربية الأولاد في الإسلام وينشر بحلقات دورية منذ حوالي سنة على منصة البيت الخمسي على يوتيوب، وأيضا يشرح كتاب المهذب من إحياء علوم الدين لفضيلة الشيخ صالح أحمد الشامي. واسمحوا لي أن أضيف أنه ابن الشيخ عوض شريف رحمه الله، والشيخ عوض شريف لا يذكر الشيخ أحمد الكعكة وجامع الصحن إلا ويذكر الشيخ عوض رحمهم الله جميعا، وأنا قرأت على الشيخ عوض 15 جزءا رحمه الله وأنسه الله وعوضه الله الجنة وجمعنا الله به وبأحبابنا تحت لواء سيد المرسلين. تفضل شيخ محمد نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في هذه المجموعة المباركة، فما يكتب ونقرأه وما نسمعه إن شاء الله يكون في حيز التطبيق. هذه المحاضرة كما سمعت وتعلمت منها ونتعلم جميعا، بابها واسع جدا كما ذكر الأستاذ عمار بارك الله به، والأجمل من ذلك لو أننا ربطنا هذه السلوكيات والآداب بالعقيدة الإسلامية لتأخذ طابع القدسية عندنا. وقد علمنا وعلم من سمع إلى المحاضرة أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن والسنة النبوية، فتأخذ صفة وليست مقتصرة على أمر واحد، بل هي شاملة لكثير من المعاملات والسلوكيات التي يجب على المسلم أن يلتزم بها. ولكن للأسف كثير من المسلمين لا يعرفون مثل هذه الآداب ومثل هذه الأخلاقيات، فيظنون أن كلمة الأتكيت جاءت غربية فيقولون أتكيت ولم يقولوا، وهذه كما ذكر الأستاذ عمار أنها جميلة فعلا عندما ذكر أن لو غيرنا الاسم وقلنا الآداب والأخلاقيات، فالآداب والأخلاقيات إذا نابعة من صميم عقيدتنا. لذلك في كل مجال من مجالات الحياة لم يترك الإسلام بابا إلا وطرق بابا، حتى لا نكون مثل أولئك الذين يستحسنون ما يستحسن الغرب أو استهجان ما يستهجنونه. لذلك وخاصة أن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يكيدون للدين الإسلامي من أجل تشويه صورته. لذلك جميل أن نتعلم هذه الآداب بارك الله بكم جميعا. كما ذكر الأستاذ الآية القرآنية أن الله عز وجل مدح النبي عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طالما أننا أو كل إنسان اجتماعي بطبعه يحب التواصل مع الآخرين، يحب التواصل مع من حوله، دائما يريد أن يسعى ليترك انطباعا جميلا عن نفسه، أثرا طيبة، صورة مشرقة في عيون من يتعامل معهم، مما يجعلهم يحبونه ويكسب قلوبهم وودهم. جميل إذا انعكس هذا الأمر على احترام الإنسان للآخرين من أجل أن يكون دائما كما ذكر الأستاذ شامة بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع في هذا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد نور شريف. الله حياكم الله، الله يبارك فيكم يا سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم على مداخلتكم. المداخلة التالية للمرشدة التربوية الأستاذة مريم بلطجي، فلتتفضل مشكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. الذوق الرفيع هو من سمات الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بالتخلق بها قدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نتساءل فيما بيننا، ماذا لو طبقنا هذه الذوقيات العالية الرفيعة النبوية، ماذا ستكون النتائج عندنا؟ طبعا ستكون لدينا نتيجة دنيوية ونتيجة ونتائج أخروية. النتيجة الدنيوية مرتبطة بالنية، ذكر الأخ الكريم قبل قليل قال هي دعونا نربطها بالعقيدة. نعم، هذه الذوقيات الرفيعة والآداب العالية المستوى التي يتباهى الغرب الآن باستخراج نظريات عظيمة جدا ويطبل ويزمر لها، عندما نحن نقرأها نجد أننا نجدها في حديث واحد لا يبلغ إلا 4 كلمات، صلى الله على سيدي صاحب جوامع الكلم. النتائج التي ممكن أن نصل إليها إذا قمنا بتطبيق هذه الأدبيات وهذه الذوقيات الرفيعة، إذا اتصلت بحسن النية، لا يكون فقط لنا عبادة في صلواتنا وفي تهجدنا وفي تلاوة كتاب الله، كما قال ذكر الدكتور محمد فايز الله يجزيه الخير، جميل لهذا التعليق الذي علقه الدكتور فايز، بارك الله به وبارك الله بكم جميعا. هي عندما يرى الابن أو الابنة هذا التعامل الراقي لدى الأب أو الأم، لكن يجب أن نقرنه بالنية. النية أستطيع أن أفوز بها في الآخرة إذا قرنت بعملي وبأدبي هذا في حسن النية. كيف يكون ذلك؟ أي أنني أنوي أنا إذا قمت بهذا الفعل الذي فيه ذوق الرفيع تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنني أقوم بتطبيق سنتي من سنن رسول الله حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نحصي أنا وأنتم بعض النتائج التي يمكن أن نحصل عليها أخرويا. النتيجة الأولى التي نحصل عليها أخرويا هي الحصول على مرتبة الشرف بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هنا ندخل في زمرة من؟ ندخل في زمرة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أحاسنكم أخلاقا، هم أقرب الناس مجلسا من الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هؤلاء الناس الذين هم لديهم هذا الذوق الرفيع في التعامل والآداب يدخلون في زمرة أحاسنكم أخلاقا؟ نعم، إذن هؤلاء الناس سوف يكونون لهم المرتبة الأولى، مرتبة الشرف الأولى، من بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا على الصعيد الأخروي. دعونا نستنتج بعض النتائج على الصعيد الدنيوي. على الصعيد الدنيوي انعكاس هذا الخلق الرفيع العالي لدى الآخرين الذين نتعامل معهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كثيراً ما نجد من الناس الغربيين ما يلفت نظرهم بعض الأخلاقيات البسيطة جداً لدى المسلمين، وهي أخلاقيات فطرية قد تكون لديهم. وعندما يسأل هذا الشخص المسلم أنت لماذا قمت بفعل كذا ولماذا فعلت كذا، فيقول هذا من صميم ديني. فماذا لو أننا أخذنا هذه الأخلاقيات، طبعاً نحن لا نستطيع أن نحيط بها جميعاً ولكن نتمنى ذلك بإذن الله عز وجل. إذن انعكاس هذا الخلق على من هم حولنا، على من نتعامل معهم بشتى القرابة. يعني لدي أنا الدائرة القريبة مني جدا التي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، أيضا الدائرة الأكبر والأكبر والأكبر وهكذا دواليك. النتيجة الثالثة تقليل المشاحنات في المجتمع بين الأفراد. بما إذا كانت، ألا تجدون معي، إذا كان هذا الرقي في التعامل أن المشاحنات سوف تقل كثيراً، وخاصة بما يتعارف عليه في البيوت، مثلاً المشاحنات التي تحصل ما بين الكنة والحما، ما بين الأخ وأخي، ما بين أفراد يعني يعيشون مع بعضهم البعض، إذا كانت هذا الخلق اللطيف موجود في هذه الأسرة، هل نجد مشاحنات في هذه الأسرة؟ والله لا أجدهم، وإنما أجد الحب والتودد
والألفة فيما بين والدفء الأسري الذي نحن بأمس الحاجة إليه. للأسف أصبح مجتمعنا يفتقد، ليست إلى، أنا قد يقول البعض هذه أنتم تتحدثون عن جماليات الأخلاقيات، نحن مجتمعنا بأمس الحاجة للأساسيات. نعم صحيح صحيح، الأساسيات هي متصلة بالجماليات وكلها متواصلة، هي كلها حلقة متكاملة مع بعضها البعض، لا ينفك ديننا، لا ينفك عن بعضه البعض. هل إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بصلاة مثلا بعشرين ركعة في الليل، لكنه يستطيع أن يتحدث بكلمات طيبة، ليست هذه عبادة؟ إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم مثلا اثنين وخميس، ولكنه يستطيع أن يقدم مساعدة بسيطة عبر 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 هاتفه أو أي مساعدة بلطفه وذوقه، أليست هذه عبادة؟ إذا دعونا نعزز عبادة التعامل عبر الذوق الرفيع في طرح الأدب، هذا الذي يؤثر علينا نحن جميعا، وبذلك نخلق مجتمع راقي. جزاكم الله خيرا، موضوع متشعب وكبير. كنت بداية بصراحة أتساءل في نفسي لماذا اختار الأخ الأستاذ عامر هذا الموضوع، فأجابني على السؤال، قلت أننا بحاجة إلى موضوع آخر، ولكنني لا، عندما درست وتعمقت في هذا الأمر وجدت أننا نحن بأمس الحاجة إلى هذه يوميات بل ساعات. إذا نحن بحاجة إلى تذكير بعضنا البعض بهذه الذوقيات الرفيعة. بارك الله بكم، جزاكم الله خيراً، والشكر الجزيل للبيت الحمصي. بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشكر الجزيل للمرشدة التربوية الأستاذة مريم بلطجي على مداخلتها القيمة، بارك الله بكم. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عبد الباري مشعل ليتفضل معنا بمداخلة أيضاً حول موضوع اللقاء، حياكم الله دكتور. والدكتور عبد الباري مشعل هو الدكتور المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، وهو ابن شيخنا وابن شيخنا الشيخ محمد علي مشعل، وهو خال المحاضر الأستاذ عمار مشعل، وأخو الدكتور، أخو للدكتور أسامة مشعل، الأخ الأكبر طبعا أبو محمد علي. محمد علي هو يعني ما يريد أن يحضر أو محجوب، ما أعلم لماذا، فينوب عنه الدكتور عبد الباري مشعل أصالة ووكالة. تفضل دكتور عبد الباري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا سادة بعض، يعني تحية لجميع الإخوة المشاركين في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر الشيخ أبو ياسر الشيخ عمار على عرضه الماتع واللطيف يعني جدا جدا، وهذه من المهارات التقديمية النادرة يعني التي تعتبر أيضا من الذوقيات التي يمكن أن يستفاد منها في التقديم المختصر. هذا من الآداب، مشاورة الحضور، هل ملوا أم لم يملوا، ووضع الفواصل، كل هذه كانت أدبيات وذوقيات تشير إلى خبرة عميقة من الشيخ أبو ياسر، الله ينفع به ويتقبل منه. استمتعت أنا بالاستماع للمحاضرة، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع طويل كما ذكر الشيخ عمار وكبير، والحديث فيه لا ينتهي بساعة، ولكن جميل أن يعني نلمس هذا الموضوع ونشير إلى أهميته. والحقيقة هو الوعاء الذي يمكن أن يشمل كل أعمالنا. الإنسان الفوضوي في هذه الأمور ليس له قبول لدى الآخر، الإنسان الذي لا يعرف متى يتكلم، متى يتحدث، أين يجلس إذا أراد أن يتكلم، الذي ليس لديه هذه القوانين الذوقيات، وخاصة عندما تكون مصدرها من الرسول القدوة، يعني هذا فوضوي، فلن يصل مهما امتلك من الفكر والكلام الصعب والكلام العميق، لن يصل. لابد الإنسان أن يكون مرتبا في كل شيء حتى يصل ما يريد إلى
قلوب الناس. الحقيقة يعني أنا عندي ثلاث أفكار رئيسة ممكن أن أشاركها معكم. الحقيقة ربما أبدأ بأمرين يعني مجاراة لما ذكره الشيخ أبو ياسر عن الوالد الشيخ محمد علي مشعل رحمه الله تعالى. نعم، أنا عندما أستذكر صورة والدي ويتمثل أمامي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في وصفه أتمثل وصف الوالد، حتى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم شكله، وكل هذه الآداب أتمثل أتذكر يعني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية الوالد هيئة وممارسة. وسبحان الله، من تنبيهات الوالد كان كثير التنبيه على هذه الذوقيات وإلى هذه الأداب. ومن ضمن الأشياء التي اللطيفة والنادرة قضية المصافحة عند الدخول والخروج، فالوالد كان ينقل أدبا في هذا، من يدخل إلى المجلس يصافح، يسلم ويصافح، ولكن عند الخروج يسلم بدون مصافحة. وهذا الأدب ربما ينسب إلى الإمام النووي، وهذا من الأشياء التي يعني الإنسان إذا تمثلها يعرف ماذا يفعل، مرة يصافح، مرة لا يصافح، مرة يصافح من اليسار إلى الشمال، مرة يبدأ من الوسط، مرة يضيف الناس، مش يعني لا ليس هناك قانون يضبط حركته. فهذه الذوقيات دائما مثل البروتوكولات الاستضافات الدولية والمؤتمرات الدولية، الإنسان المسلم يعرف أين يضع قدمه، أي كيف يخطو، كل شيء يعرف التصرف الصحيح. فسبحان الله، لما أنت ترتبك ما أصافح لا أصافح، عندما يكون لديك هذا القانون ينتهي، يكون التصرف يعني محسوما. الأمر الثاني، الوالد كان ينبه عليه دعوة الجفالي. شو هي دعوة الجفالي؟ سبحان الله، شيء راقي، ذوقيات عالية. الإنسان يعني هاي دعوة الجفالي التي لا على التعيين، تفضلوا على الغداء، جميعا أنتم معزومين على الغداء. هذا ما مزبوط، هذا ما مزبوط، هاي ليست ذوقيات، ليست ذوقيات. يجب أن يخص الشخص بالدعوة. فهذه دعوة الجفالي كان ينبه عليها الوالد، أنه هاي معنى من الذوقيات. الأمر الأخير الذي أيضاً من باب عدم الإطالة والذي أريد أن أنبه إليه، أن الجالية المسلمة هنا في أمريكا، أنا أحدثكم من كارولينا الشمالية، الساعة عندي الآن 3:30 ظهراً، فهذه الأدبيات مفقودة. العوائل المسلمة في الغالب تهتم أو لا تهتم، يعني للأسف الشديد، يعني أقصى ما تهتم به أن يبقى أبناؤها على الإسلام. فتجد هناك فوضوية في هذه العوائل المسلمة التي تعيش في أمريكا وكندا وأوروبا في سلوك الطفل المسلم، سلوك الشاب المسلم، ليس لديه شيء من هذه الآداب ومن هذه الأمور، وفي مقدمتها قضية كبر كبر، التقدم والسرعة إلى الطعام في أمام الكبار يعني. والمشكلة أن الآباء الذين يسكنون في أمريكا وكندا وأوروبا نفسهم افتقدوا هذه الأدبيات، فلا يرون سلوك أولادهم شيء معيب أو شيء يحتاج إلى التنبيه، ستر العورة. أيضا القضية ليست هنا الحلال والحرام، يعني ظهوره أمام الآخر وبعض عورته مكشوفا، أو مجيئه إلى مجلس بلباس غير ملائم وقد بدت ركبته،
أو بعض فخذه. النظافة، النظافة يعني يجلس بجانبك ورائحته يعني مسيئة، أو فكل هذه الذوقيات ضرورية جدا، لا يمكن أن يقبل من المسلم أن يكون إلا كما قال صلى الله عليه وسلم كأنكم شامة بين الناس. فعندما نفتقد إلى هذه السلوكيات والجماليات لا يعني لا يقبل منا، يعني لا يقبل الآخر، لا يقبلنا، لا يقبل كلامنا، لا يقبل حديثنا عن الجمال وعن الشيء الجميل. لابد أن تكون أنت في ذاتك، في أولادك، في عائلتك، في أنت تكون جميلا، تمام؟ ثم بعد ذلك يصدر منك الكلام الجميل. تريد أن تتحدث بجمال، اهتم بجمال شكلك، بلباسك، بهندامك، بعطرك، إلى آخره. فهذا الأمر كله من الذوقيات الإسلامية، وكل ما ذكره اليوم الشيخ عمار الحقيقة يصب في هذا الاتجاه. أيضا لا أطيل عليكم، وإنما هي يعني لقطة من اللقطات كما يقول الشيخ عدنان رحمه الله، فهي ثلاث لقطات أحببت مشاركتها معكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم دكتور عبد الباري مشعل على إضاءاتكم وإضافاتكم الجميلة، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع فقرة المداخلات، مداخلات الحضور الكريم. الكلمة الآن للأستاذ محمد شبلوت، تفضل سيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على هذه الاستضافة اللطيفة وهذا الحضور أمام أساتذتي ومشايخي. طبعا بارك الله بالأخوة الأستاذ عمار المتحدث على المحاضرة التي لم يسعفني الوقت لظرف طارئ لحضورها كلها، لكن حضرت القسم الأخير منها واستمعت إلى الإخوة المعلقين، بارك الله بهم جميعا. ويعني أنا ليس لدي الكثير، وإنما أتحدث عن يعني الذوقيات. الحديث عن الذوقيات في الإسلام حديث لا ينتهي، وحديث له أشكال مختلفة، لأنه يتحدث عن جانب جمالي في الحياة، والإسلام كله جمال. فلن يعني أعلق على هذه النقطة، ولكن أنا الذي يعني استفدته من موضوع عملي في التدريس لفترة طويلة والتدريب، أنه قد آن الأوان عندما نريد أن نغير قناعات أبنائنا أو نعطيهم معلومات أو نكون عندهم اتجاهات، أن نستعين ببعض الوسائل والأدوات الحديثة كالاستبيانات وقياس الاحتياجات لديهم. يعني أظن أنه قد آن الأوان أن نحدد ما هو الاحتياج المناسب لكل شخص، ربما أحيانا من الأولاد. نحن في التدريس في عندنا فئة يعني تحتاج إلى دعم مختلف عن فئة أخرى، أحيانا شعبة تختلف في الدعم عن شعبة أخرى. وهنا يعني أقول إنه إذا كانت تربيتنا فيها روح التدريب، ربما يكون الإنتاج فيها أعلى من مجرد إعطاء التعليمات وتقديم النماذج المشرقة من تراثنا وتاريخنا بدون تفسير لها وبدون تحويلها إلى برامج. وهنا يعني أدعو إلى أن تقوم المؤسسات، ومنها مؤسسة البيت الحمص الرائدة، ربما في قابل الأيام تحويل هذه المنظومة الجمالية القيمية الذوقية إلى برامج، وهذه البرامج لها استبيانات ولها قياس أثر. يعني عندما يريد ولي الأمر مثلا أن يغرس قيمة من القيم أو ذوق من الأذواق في أبنائه، لم يعد الأمر يكفي أن نقول له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما المانع مثلا أن يكون لدينا سجل، هذا السجل فيه مثلا
السلوكيات التي تندرج تحت صلة حسن الأخلاق بعد أن نكون قد أعطيناها لأبنائنا كمعلومات. أن حسن الأخلاق تعني على المستوى السلوكي التطبيقي العملي 1 2 3 4 5 6 7. فنعطيها للطالب 10 أو لأبنائنا 10 نقاط من بيئته وواقعه بحسب سنه واهتماماته. ثم بعد ذلك يعني إما بمشاركته أو بغير مشاركته نضع له مؤشرات ونقاط لقياس التحسن في هذا الجانب الذوقي أو في هذا السلوك الأخلاقي إلى ما هنالك. لنقيس بعد مثلا 3 أشهر ما التحسن الذي طرأ على سلوك أبنائنا. إذا لم يطرأ هناك تحسن معنى ذلك هناك مشكلة يجب أن نغير الأداء فقط. يعني هذا ما أحببت أن أضيفه، أن نجعل تربية أبنائنا يعني خاضعة لروح التدريب. وبارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كان في مداخلتي قصور وما شابه. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم أيضا أستاذ محمد شبلوط على مداخلتكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اسمحوا لي أن أرحب أيضا بالدكتور حسام أنيس المحاضر في كلية الإلهيات في جامعة سرت التركية جنوب تركيا، فليتفضل مشكورا في مداخلة أخرى، بارك الله بك. دكتور حسام، دكتور حسام أنيس. طيب سأنقل الكلمة للأستاذ أبي عامر السباعي، فليتفضل مشكورا غير مأمور مدير البيت الحمصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان جاهز الدكتور حسام أنيس فهو مقدم وأخ وحبيب. أنا أرى أنه لم يفتح الصوت إلى الآن. حياكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة. يعني الشكر أولا طبعا لأهل البيت الحمصي قائمين ومحاضرين ومداخلين، ما شاء الله يعني نور على نور. لا أطيل في المداخلة، لكن كان موضوع الأتيكيت يعني أو الأدب كما سماه الأستاذ عمار يعني مناسبا، والتسمية مناسبة والموضوع لطيف كلطفه ما شاء الله وتبارك الله. هذا ذكرني بالإمام البخاري عندما صنف كتابه الصحيح قسمه إلى نحو من 100 كتاب، بعض النسخ 98 بعضهم 100. الحاصل قسمه إلى كتاب الصلاة، كتاب التوحيد، كتاب الأيمان، كتاب الإيمان، كتاب المساجد. وعندما وصل إلى كتاب الأدب رأى أن هذا كتابا عظيما يجب أن يفرد بمصنف خاص ينشر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والتي ليست على شرطه أيضا. فوضع كتابه الأدب المفرد، استكمل فيه أحاديث الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في كتاب البخاري ترى كتاب الأدب، وله كتاب آخر الأدب المفرد الذي أفرده عن كتابه الصحيح. فما شاء الله أجاد وأفاد أستاذنا عمار بإيراد الأحاديث والأمثلة التي تدل على الأدب. والأدب أيضا هو أيضا من الحكمة، هي الأدب والأخلاق هي الأدب، والحكمة يعني هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ذكرت في القرآن الكريم 19 مرة تدل على حسن الأدب، تدل على حسن التعامل. لا أطل أكثر من ذلك، بارك الله فيكم وفيما أفدتم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور حسام أنيس، بارك الله بكم. الله بارك الله. إلى الأستاذ أبي عامر، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم على المعلم الأول، معلم الناس الخير، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكر المحاضر الكريم على ما أجاد وأفاد الأستاذ عمار مشعل، وأترحم على جده الشيخنا الشيخ محمد علي مشعل، رحم الله الأصول وبارك الله بالفروع، وجعلهم الله
خير خلف لخير سلف. وشكر موصول إلى المداخلين الكرام الدكتور محمد فايز كيفو والأستاذ الشيخ محمد نور شريف، وأترحم على والده شيخي الشيخ محمد عوض شريف، طبعا لا يذكر كما قلت وأكرر، هذا لينطبع بأذهان أبنائنا وأذهان الحضور من ثقافة أهل حمص أنه لا يذكر الشيخ أحمد الكعكة رحمه الله إلا ويذكر الشيخ محمد عوض شريف طبعا وجامع الصحن في حي الورشة في حمص الغالية. وأيضا أشكر الأستاذة المرشدة الاجتماعية الأستاذة مريم بلطجي والدكتور عبد الباري مشعل والدكتور محمد شبلوط والدكتور محمد حسام أنيس والمقدم الأستاذ حمزة الرفاعي. وأقول هذا الموضوع الذي تناوله الأستاذ عمار حفظه الله هو موضوع الإسلامي الكبير، وهو وعاء يعني حظت السيرة النبوية عليه والتي ينضوي هذا الموضوع تحت الآية الكريمة كما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وتحت الكلمة المحمدية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندي إضاءة بسيطة، حبذا لو أن الأب والأم عندما يوقظون أبنائهم لصلاة الفجر يبدأ من هنا تبدأ التربية، نبدأها كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلمهم أذكار الاستيقاظ ثم أذكار دخول الخلاء ثم الوضوء ثم نتأكد هل هو طبق سنة السواك قبل أن يقدم على صلاة السنة الشريفة. هكذا يتعلم الأولاد بطبيعة الحال، ونقول نربطهم أن هذه كما قال الإخوة المداخلون أن هذه والأستاذة مريم قالت هذا والأستاذ محمد نور شريف الشيخ محمد نور قال هذا، نربطها بالعقيدة والتربية وتصبح هذه المعاني نابعة من قلب الإنسان. لا يستطيع أن يدخل الخلاء هذا الغلام أو هذا الطفل أو هذه الطفلة إلا وتذكر الأذكار، هي منطبعة في خلاياها في كيانها في عقلها في اللاوعي عندها، فتطبق الأذكار دخولا وخروجا وبداية ونهاية من الاستيقاظ حتى النوم. ومن ثم هناك يعني أمور الاستئذان بحالاتها الأب الأم ما بين الإخوة ما بين الأقارب. وأركز على أمر افتقدناه هنا في بعض المجتمعات التي نعاملها أو نعاشرها هنا، ثقافة نشر السلام، الاعتذار، أخطأ الإنسان لا يتكبر أن يعتذر، البشاشة بحالاتنا كلها أزدى إليك معروفا أن تشكره، ومواضيع صلة الرحم من الدوائر الصغيرة الأب الأم الإخوة، ونعود ونكرر أنها ترتبط بالبارئ عز وجل، إذا قمنا بها لا ننتظر مقابلا لها من الآخرين مقابلا لها من البشر، بل هي مرتبطة برب البشر والمكافأة من رب البشر لا من العباد. فهنا يتحقق يعني قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ.